يفعلها الروس مرة أخرى، لكنها أكثر قساوة من سابقاتها. غارات روسية وصواريخ تضرب قسد في شرق دير الزور. حقل كونيكو الذي سيطرت عليه قسد بدعم أمريكي أغاض الروس ومن معهم على الأرض، فبات الصراع حتمياً هناك. تهدد موسكو قسد وتنفذ خلال ساعات قليلة. هذه حصتنا من المنطقة، والنفط والغاز لحليفنا في دمشق، ودون ذاك فللسلاح دور كبير. غارات الروس جاءت عقب يوم واحد فقط من إعلان مجلس دير الزور المدني التابع لقسد، فالتوتر بلغ ذروته بين الروس وقسد وسط صمت الحليف الأمريكي. غارات الروس والصدام العسكري بين حليفا واشنطن وموسكو ينادي بضرورة ملحة لتغيير شكل الخارطة العسكرية في المنطقة. فمن سيكون ضحية تفاهم روسي أمريكي؟ ولعل اقتراب هزيمة تنظيم الدولة تنذر بنهاية مشاريع وجدت على الورق دون الواقع.